بدأ بالدخول السوري وانتهى بالاجتياح الإسرائيلي، إنه عهد الرئيس اليساركيس الذي شكل جسر عبور بين مرحلتين ورهانين، الأول على دور سوري لإنهاء أزمة لبنان، والثاني على إسرائيل لقلب الموازين العسكرية في سبيل فرض حل سياسي محدد. صحيح أنه شهبي، لكن مسيرته الإدارية فالسياسية بدأت على عهد الرئيس كميل شمعون حين عين اليساركيس قاضيا في ديوان المحاسبة عام 1953. خلال تلك المرحلة توطدت علاقة ساركيس بقائد الجيش اللواء فؤاد شهاب، ولاسيما إثر رفضه معاملة تقدم بها الأخير فأعجب بمسلكيته. وعند تولي شهاب رئاسة الجمهورية عين ساركيس مديرا للشؤون القانونية عام 1959، ثم مديرا عاما لرئاسة الجمهورية عام 1962. ومع دخول العامل الفلسطيني على الخط اللبناني، ولا سيما اقتصاديا وماليا، وقعت أزمة بنك إنترا على عهد الرئيس شارل حلو، ليعين بعدها ساركيس حاكما لمصرف لبنان. وعلى عهده تقدم لبنان إلى المرتبة 16 في العالم بين الدول التي تملك احتياطيا من الذهب. من أبرز ما طبع تلك المرحلة، كان روني معوض وميشيل إدي من أبرز الرفاق المدرسيين لساركيس. لم يكن ساركيس خطيباً بارعاً، وفضل الابتعاد قدر الإمكان عن المنابر. على غرار فؤاد شهاب، عرف ساركيس بالابتعاد عن الأضواء وتفادي المشاركة في الحفلات. في الحلقة المقبلة من رأس الدولة، عام 1970 خسر اليساركيس أمام سليمان فرنجية، وعام 1976 فاز بدعم سوري واضح، فكيف تم أول استحقاق رئاسي على عهد حرب لبنان؟